حان وقت العمل، شعار ترفعه المؤسسات الصحية في اليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي 28 من تموز. نظمت فيه دائرة صحة كركوك احتفالية تهدف إلى زيادة التوعية من مخاطر هذا المرض وضرورة الكشف المبكر عنه. تقيم دائرة صحة كركوك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وتحت شعار حان الوقت للعمل بتنظيم احتفالية التهاب الكبد الفيروسي. التهاب الكبد الفيروسي من الأمراض المهمة والخطرة جدا، واللي قد تؤدي إلى فشل في وظيفة الكبد وإلى الوفاة. تنقسم إلى عدة أقسام، الأخطر منها هو نوع بي وسي، والأشد خطورة هو نوع أي. المناسبة هذه فرصة لإذكاء الوعي بالتهاب يسبب مرضا وخيما في الكبد وسرطان الخلايا الكبدية، حيث تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية المحدثة إلى أن أكثر من 250 مليون شخص كانوا مصابين بالتهاب الكبد بي، و50 مليون آخرين كانوا مصابين بالتهاب الكبد سي في عام 2022. طبعا هذا المرض مهم جدا، حاليا هناك أكثر من 300 مليون شخص مصاب بهذا المرض. عدد الإصابات سنويا، هناك إصابات جديدة بأكثر بمليونين ومئتين ألف من نوع بي وسي. عدد الوفيات كل سنة 1,300,000 شخص، كل 30 ثانية يموت شخص بالعالم من هذا المرض. هذا المرض أهميته وخطورته ما تقل عن مرض الكورونا اللي العالم كله استنفذ كل إمكانيات القضاء عليه. إحنا الشيء المفرح أنه عندنا لقاح وعندنا أدوية لمعالجة هذا المرض. تخيلوا أن كل 30 ثانية يتوفى شخص حول العالم مصاب بالتهاب الكبد الفيروسي، خطورته لا تقل فتكا عن وباء كورونا، ولذلك صار لزاما على الجميع الوقاية منه، يقول متخصصون. هذا التاريخ بالتحديد 28/7 تقيم دائرة صحة كركوك شعبة العوز المناعي احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي. هذه الاحتفالية أو الندوة نتحدث بها عن طرق أسباب انتقال المرض وكيفية الوقاية منه والإجراءات الوقائية المتخذة من قبل دائرة صحة كركوك. يشخصون حديثا يعني إصابات جديدة بهذا المرض كل سنة. تحسين الخدمات الوقائية وتوفير اللقاحات المضادة والتشخيص السريع أبرز الأهداف التي ركز عليها المجتمعون هنا لتعزيز الوقاية من المرض. من كركوك عبد الله العامري، قناة الفلوجة.